شنو المعايير اللي تخلون منطقة معينة تصبح قضاء؟ كثافة سكانية طبعا. كثافة سكانية احنا عندنا بقانون إدارة البلديات استحداث الوحدات الإدارية والمؤسسات البلدية، ومن ثم بعد ذلك ألغي من قانون البلديات، صار من ضمن قانون المحافظات. فصار يعني لكل قضاء من يتوسع نفوسه ويزيد عن 75 أو 100 ألف نسمة لازم يصبح قضاء. ابتداء أصبح قضاء، ومن ثم بعد ذلك تقسم إلى منطقة، إلى إذا أكو حاجة إلى نواحي. أي قد يكون فقط قضاء مركز قضاء بدون نواحي. بدون نواحي. بالتوسعات المستقبلية أي منطقة راح تتوسع صر ناحية. صر ناحية. فهذا هو الأساس لعملنا واستحداث الأقضية.